عيون شاسب هاي ريانه شنو رقيه هي احجار شنو طبعا بتفته بت بالامور لك بابا هاي الاحجار ذيك مره بالاجازه اخذت كسرت من الحجر الازرق وديته ول ابن اختي باعه تدري اشترى بيت من وراه لا ما يصير غير حجر ازرق ما يصير ما يصير ادري عن العين اعرفه بس ما يصير تاخذ ليش ما اخذ يابا ما يصير تاخذه يفهمني ليش اي بابا هذا يعتبر بوق اي طبعا احنا بوق قابل جوه قصدي هذا القمر مو مال احد لا عاد بالي الثنين يابا يابا قصدي يعني مو مال احد ما يصير تبوق منه ليش قابل القمر ابوك اي قمر ابويا وقمر ابوك قمرنا كنا عفه بالشاطر امسح السبوره قام يحكي بالوطنيه واحنا قاضيه مولد ويا ابويا مقطوع لك بابا انا اعرف بالحجر ما عبالك ما اعرف شلون بالله ذاك اليوم من رحت نزلت ذيك النزله نزلت اخذت بيه حجر حجر مال القمر المن انطيته المن الميس ميس قمر اللي عندهم ليس ابوه بس قمر لبسته بحبس قمر ميس قمر صارت بيس قمر من لبسته قابت تشغل بس بالخليج فتو العينك عرف لي هذا الحجر شنو شوف هسه ذاك مثلا ذاك ذاك مال محبه حلو أريده أخذ منه وهذا هذا ضد الرصاص أخذه أريده شوف ذاك شنو ذاك الأحمر شوفه ما ليش هذا حجر ذاك إذا تلبسه المرة تودي لمرتك وتلبسه رأسا تقول لك طلقني والغايب والحاضر إلك جيب الفاصل يا بني مش على بيش